تبيع لنا واحدة؟ لا لا ليش؟ حقاتي. طيب عطنا واحدة كذا. عطنا واحدة كذا. أعطيك حاجة أنا حقتها يا شيخ. ما في شيء، قول له ضاعت. أقول له ضاعت؟ ما حرام، بعدين في ضاعة الشبر فيه ضاع. ها؟ بعدين لما نحطه في الشبر ذا كذي. إيش هو الشبر؟ الغبر، بعدين في حاجة زي ما ضاعت. ما في حاجة زي ما ضاعت. يعني حساب هناك. الله حسابها سير. طيب ايش رايك بالله في فقره من ترسلت فيها؟ تحس بتاعها نفسيتك؟ ايوه انت مش فيها ولا يعني مرتاح نفسيا الحمد لله. صح الله. ويات من حلال من حلال مرتاح نفسيا. يا طيب بس عطنا واحده بس يا شيخ. يا شيخنا الله يريد. الله يرحمك. زي السما للوطن. حطها في صندوق. زي السما للوطن. كيف زي السما للوطن؟ السما والوطن قريه قراب بعض؟ لا. بس انا كان بديك نعجه. يا شيخ. والله. لو لو انا اديتك نعجه السمر والوطن ينطبق سوا تكون يعني اقرب بعض. نعطيك 200 ريال. مستحيل يعني مستحيله من السمر والوطن تكون مع بعض صح؟ نعطيك 200 ريال. والله كان تعطيني 200 الف. يا شيخ. والله رب الكعبه. 200 الف ما اعطيك ليش؟ ليش؟ ما حد شايفك هنا يا شيخ. حق مين؟ اقول ما حد شايفك وما راح نعلم احنا. ها؟ الله الله اشوفني؟ انا اشوفك سبحان الله. بعدين بتحاسبني انت ولا حاسبني ربي؟ مر ابن عمر على رويع غنم في صحراء فقال له امتحانا بعنا من هذه الشياة. فقال انا مملوك ومؤتمن، انا مملوك ومؤتمن. فقال ابن عمر ممتحنا ايمانه قل للمالك اكلها الذئب. فقال رويع الغنم الذي امتلأ قلبه خشية من الله وماذا أقول لله؟ ماذا أقول لله؟ إن قلت للمالك أكلها الذئب فماذا أقول لله؟ ماذا أقول إذا نطقت الجوارح والأركان؟ فبكى ابن عمر وأرسل إليه من يعتقه وقال له كلمة اعتقتك في الدنيا، كلمة اعتقدك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك يوم أن تلقاه.